أكدت مصادر ميدانية مقتل عامل في محطة زاباروجيا النووية أثر قصف استهدف مناطق قريبة من المحطة، وهدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن قوات بلاده تستهدف الجنود الروس الذين يطلقون النار على منشأة زاباروجيا النووية جنوبي البلاد، أو الذين يستخدمونها لإطلاق النار منها. بلدة بيسكي أهم معاقل القوات الأوكرانية في مقاطعة دونيتسك بإقليم دونباس. بعد معارك عنيفة، وزارة الدفاع الروسية تعلن سيطرتها على البلدة بشكل كامل. وفي رواية مضادة، نفت أوكرانيا السيطرة على البلدة وأكدت أن معارك عنيفة لا تزال تدور رحاها هناك، وأن دفاعاتها تواصل صد هجمات من تسميهم بالمحتلين الروس. الاستخبارات العسكرية البريطانية قالت إن المعارك في بلدة بيسكي بالقرب من موقع مطار دونيتسك تهدف على الأرجح إلى تأمين الطريق السريع هناك. هذا التطور في مجرى المعارك يأتي في سياق استراتيجية القوات الروسية الرامية إلى توسيع هجماتها وبسط السيطرة على مناطق الشرق. دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 4 طائرات بدون طيار أوكرانية في منطقة ميكولايف وسوليهيفكا وديمتريفكا في منطقة خاركيف. الوزارة أعلنت أن من تسميهم بالنازيين احتلوا مدرسة في مدينة غوطا بمقاطعة خاركوف، وأخرى في بلدة ياسنايا بوليانا بدونيتسك، بهدف التحصن بهما واستخدامهما مستودعات للذخيرة، وهو الأمر نفسه الذي جرى في مدينة نيكولايف. أما جنوبا، حيث يتواصل تبادل الاتهامات بين موسكو وكييف بشأن المسؤولية عن قصف المحطة النووية زاباروجيا، فهدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باستهداف الجنود الروس الذين يطلقون النار على المنشأة أو الذين يستخدمونها لإطلاق النار. قتال الوحشي مستمر في دونباس، النقاط الأكثر سخونة في الجبهة بهذا الاتجاه لم تتغير. أفدييفكا، مارينكا، بيسكي، باخموت والاتجاه المقابل. لقد نشرت روسيا قدرا هائلا من مواردها العسكرية هناك. أؤكد لكم أن الدفاع الأوكراني في منطقة خاركيف قوي، ومحاولات الروس للهجوم تفشل دائما. مواجهة الشرق والجنوب يظل أخطرها ما يجري حول محطة زاباروجيا، ومعه تزداد المخاوف من وقوع كارثة نووية لا تزال ذكرى مفاعل تشيرنوبيل تفزع العالم. الآن ينضم إلينا عبر سكايب من كييف الدكتور فولوديمير شوماكوف الدبلوماسي الأوكراني السابق. دكتور شوماكوف، مساء الخير وشكرا لانضمامك إلينا. لماذا يركز الجيش الروسي على منشأة زاباروجيا ويدفع بكل هذه التعزيزات العسكرية والجهود العسكرية للسيطرة على هذه المنطقة والمنشأة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي من كييف. بصراحة خلال هذا الأيام أنا رجعت من جنوب أوكرانيا حول موضوع زاباروجيا. من المعروف بأن روسيا هي جمعت قواتها داخل هذه المحطة النووية. روسيا تعمل ابتزازات يوميا في هذه المنطقة. حتى نحن سمعنا تعليقات المهندس الأوكراني الذي موجود في هذه المنطقة لقناة بي بي سي بأن روسيا التي موجودة في هذه المنطقة هي تقاصف واحد من الميدان داخل هذه المحطة النووية، وهذا الابتزاز أوكرانيا. بصراحة نحن هنا في أوكرانيا غير مجنونين لقصف أكبر واحدة المحطة النووية في الاتحاد الأوروبي. عندنا تجربة مأساوية جدا من محطة نووية تشيرنوبيل، وهذه المحطة هي أكبر وأقوى ب10 مرات من تشيرنوبيل، وقدرتها تقريبا 6000 ميجاوات. يعني في حالة تسريب الإشعاع من هذه المحطة النووية، فسوف تكون مصممة أكثر من 2 مليون كيلومتر مربع. يعني مساحة أوكرانية تقريبا 600 ألف كيلومتر مربع. يعني كل أوكرانيا سوف تكون مصممة. لماذا روسيا تعمل هذا الاستفزازات؟
الآن في جنوب أوكرانيا في محافظة خرسون التي أنا زرته خلال هذا الأيام حالة روسية صعبة جدا، لأن أوكرانيا دمرت جسور عبر نهر دنيبر وعبر نهر إنغولتس. يعني قوات مسلحة روسية التي موجودة في الضفة اليمنية هي مثل في كيس، نحن نسميها هيك. يعني ومن المعروف بأن بهذا السبب قوات مسلحة إدارة قوات مسلحة روسية هربت من خرسون إلى الضفة الشمالية في مدينة ميليتوبل، هذا محافظة زاباريجيا. يعني من الممكن نقول بأن أوكرانيا بدأت هجوم مضاد في محافظة خرسون، وأنا أعتقد بأن هذه ابتزازات روسية في حالة هجوم ناجح قوات مسلحة أوكرانية من الممكن روسيا سوف تقصف المفاعلات نووية داخل هذه نعم. محطة نووية، وهذا كارثة مأساوية للأوكرانيا أكيد. طيب، واضح جدا أن الجيش الروسي يحاول السيطرة بشكل تام على المناطق الشرقية والجنوبية، والشرقية الجنوبية طبعا من أوكرانيا، وقد نجح في جزء كبير من ذلك. سؤالي هو، ما حدود الطموح التمدد الجغرافي الروسي داخل أوكرانيا؟ هل هناك تصور معين لدى القيادة أو الجيش الأوكراني بالحدود الذي قد يتوقف عندها الجيش الروسي في هذه المناطق في أوكرانيا؟ بصراحة خلال هذا الشهر شهر ونص نحن نشهد بأن الجيش الروسي هو تغرق في مستنقع دموي، في مستنقع حرب. في جنوب أوكرانيا كل هجمات روسية غير ناجحة لمدة 4 أشهر. أوكرانيا دمرت كما قلت كمان نقاط لوجستية روسية في جنوب أوكرانيا. لنتذكر بأن خلال هذه الأيام أوكرانيا دمرت في شبه جزيرة القرم الأكبر مطار عسكري وأيضا المركز التدريب للطيار في قرب مدينة ساكي. وكما قالت كما نتذكر الأمريكان بأن خسائر روسية في هذا بسبب هذا القصف تقريبا مليار دولار. يعني الآن نحن نشهد بأن لا توجد هجوم ناجح قوات مسلحة روسية حتى في منطقة دونباس حتى في جنوب أوكرانيا. ومن المعروف بأن روسيا هي الآن ترغب إجبار أوكرانيا على المفاوضات، لأن روسيا تحتاج إلى المهل لتعزيز قواتها لتحقيق نفير العام في جنوب أوكرانيا وفي شرق أوكرانيا، وبعدين روسيا سوف تبدأ هجوم مرة ثانية في دونباس أيضا وفي جنوب أوكرانيا اتجاه مدينة ميكولايف، وفي شمال من خرسون اتجاه مدينة كريفوي ريغ. مدينة كريفوي ريغ هذا مدينة وطنية لرئيس أوكرانيا. نعم. الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا أثبت أنه كان ناجعا فيما يتعلق بتعطيل التقدم العسكري الروسي بشكل كبير وناجح داخل الأراضي الأوكرانية. هذا ربما قد نجح فيه إلى يعني درجة معينة، ولكن هل يستطيع هذا الدعم الغربي سواء السياسي أو حتى أو أساسا العسكري أن يساعد الجيش الأوكراني على تحرير المناطق التي خسرها لصالح روسيا، أم أنه محدود في فقط تعطيل وعرقلة استمرار التمدد العسكري الروسي؟ نعم، مساعدة كبيرة، ولكن أوكرانيا تطلب زيادة من المساعدة وخاصة أسلحة ثقيلة. من المعروف بأن أوكرانيا حصلت على رجمات للصواريخ أو الهايمرس من أمريكان ومن بريطانيا، وبفضل هذه المساعدة أوكرانيا تقاصف الآن جسور ومناطق عسكرية روسية ومنها مراكز قيادية روسية. هذا مهم جدا. خلال هذا الشهر أوكرانيا دمرت عدد كبير من المخازن ومستودعات بأسلحة في الجنوب وفي منطقة دونباس، وهذا بسبب رجمات الصواريخ الهايمرس. ولكن كمعتاد المنطقي أوكرانيا تطلب زيادة من المساعدة ومنها دبابات ومدرعات لنبدأ هجوم ناجح في جنوب أوكرانيا وأكيد في منطقة دونباس. بالمناسبة روسيا لا تسيطر بكل المحافظة لوغانسك، ما زال تقريبا 5% أو ممكن 3% من هذا الأراضي تابعة لأوكرانيا. والآن موجودة معركة عنيفة في دونباس في محافظة دونيتسك. روسيا ترغب احتلال كل منطقة دونباس.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور فولوديمير شوماكوف الدبلوماسي الأوكرانية السابق من كييف.